يعني انت ممكن تكوني قلتي اهم نقطه بالنسبه لي واكتر حاجه انا بحسها في الفتره الاخيره، فعلا واحساس ان الواحد بيفرح جمهور النادي الاهلي وبيعمل حاجه للنادي الاهلي، ده احساس كبير جدا وشرف كبير جدا. ففكره ان انا قاعد بتفرج ومش في ايدي حاجه اعملها، الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبه لي. لكن في رجاله دلوقتي موجوده في الفرقه، وفي لعيبه محترمه، وفي ناس على قد المسؤوليه وبيكملوا المشوار وبيكملوا الانجازات للنادي الاهلي، وبحييهم على الفوز بدوري ابطال افريقيا والفوز بالدوري والفوز بالكاس والفوز بالبرونزيه في كاس العالم للانديه. وان شاء الله اللي جاي احسن بالنسبه ان شاء للجيل الله ان شاء الله موجوده، وتكمله المشوار ان شاء الله للنادي الاهلي.